في منتصف السبعينيات كانت حركات الألتراس أو مثيري الشغب في إنجلترا الهوليغنز يأخذوا منحنى مرعب شوي بالنسبة للدولة البريطانية، فقرروا بأنهم يمنعوهم من دخول مدرجات على ثلاث مستويات. كيف أنا بدي أميز الهوليغن اللي فايت علي؟ اللي لابس أحذية ذات قبة حديدية ذات مقدمة حديدية هذا ممنوع يفوت. ليه؟ لأنه من عمال المناجم. ليه؟ لأنه من عمال المناجم المضربين، فهذا راح يشكل خطورة على الجماهير. 2، حلقي الرؤوس اللي حلقين على الصدر ولا في شعرة، هذا سكن هيد، ممنوع يدخل إلى أرضية الملعب، ممنوع يكون في المدرجات. 3، اللي بيكون جاي معه فلير اللي هو شعلة حرارية شعلة إضاءة، هذا ممنوع. فصف الجمهور اللي بيحضر المباريات في هذه الفترة هم من الطبقة المتوسطة والطبقة الغنية، لم يكن هناك إيش فقراء. ليه؟ لأنه هاي الثلاث طبقات هي تشكل الشكل الخاص في الفقراء في التحديد في مدينة ليفربول. ليش بحكي ليفربول الآن؟ 77 مباراة نادي سانت إتيان بين نادي ليفربول تشامبيونز ليج وسانت إتيان وين؟ في فرنسا. في هذه المباراة ينطلق الجمهور ككل بكل طبقاته الغنية الفقيرة المتوسطة كلهم يذهبوا إلى فرنسا. تم سرقة أعداد كبيرة من ملابس ستون آيلاند رجعوا فيها على ليفربول. الشرطة واقفة. ستون آيلاند معروف إنه هي ماركة بلبسها هم الأثرياء. بفوت الجمهور. أوب، في فلير ولع في الملعب. مين هذول؟ كيف هذول ألتراس؟ مستحيل. دقق أكثر، اتفرج على أحذيتهم. هنا أجا مصطلح اسمه الكاجوال. شو الكاجوال؟ بلبس ستون آيلاند مثلا على بوت أديداس على ترينينج نايك، وهو مصطلح له دخل في الألتراس. ليه؟ عشان ما أبين إنه عضو ألتراس، عشان لا يتم القبض علي. فصرت أشوف أنا أشكال، هدول ناس أغنياء مستحيل يكونوا ألتراس. فبدأ مصطلح جديد يظهر بين المشجعين بأنه أنت لازم تأخذ ملابس الأغنياء. الشرطة اكتشفت هذا الأمر لاحقا، وأصبح كابوس يطارد ستون آيلاند. ارتبط اسمهم مباشرة في الألتراس. الآن إذا بتشوف أي واحد ألتراس بتلاقي لابس كاب ستون آيلاند أو جاكيت ستون آيلاند، أو بتلاقي لابس كاجوال، لابس بوت نايك، ترينينج أديداس، جاكيت ستون آيلاند. هذه الماركات عانت الأمرين حتى لا يختلط اسمها باسم الألتراس، ولكن الألتراس أخذها كهوية.